السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقت مدينة الطالبيضة على واحد الحدث، أحداث هي، ولكن فقت على واحد الحدث اللي تزامن مع واحد الحدث آخر. احنا غادي نبدأ بواحد الحدث اللي هو شوية مؤلم، وما بجوجهم مؤلمين، لكن الألم ديال هذا الحدث اللي غادي نقول لكم ألم كتير كبير. واحد السيد عايش في الشارع، الناس كلها كتخاف منه، كاين اللي عارف قصته كاين اللي ما كيعرفهاش، بحالنا حنا ما عارفينش قصته، لكن الناس ديال الحي ديالو عارفين القصه ديالو. قصته انه هو من واحد العائله ساكنه في نفس الحي اللي ساكن، اللي هو دابا ساكن في الشارع ديالو. ولدو ووالديه كبروا، منين كبر الولد ولا عاق بسبب مرض نفسي، وكيخرج الشارع وكيدير الفوضى وكيدخل للدار وكيضرب والديه. كاين بعض الناس اللي تيقولوا ان لو كان عاق هذا الولد ما غاديش يعقل على راسه كيكمي مخدرات. كاين بعض الناس اللي تيقولوا ان هذا السيد عارف وحاس وعارفين دارهم انه مرض نفسي ومخرجينه برا لانه ما قدروش عليه. كان كل نهار كيضرب ليهم في الدار، كيضرب مو كيضرب باه كيضرب خوتو، اي حد جا عندهم الدار ولا كيكون في خطر، اللي داخل عندهم مفقود واللي خارج من عندهم مولود. فكرت العائله حتى عيات وقالت ما عندنا ما نديرو ليه، بهاد الشوهه اللي كيدير نخرجوه لبرا، خرجوه على اساس انه يمشي لشي بلاصه وما يعاودش يرجع. وهو فكر مزيان ولا عايش حدا الدار ديالهم، فين ما دايزه شي مرا كيضربها، فين ما دايزه شي مرا كيخلعها. هكاك البنات، هكاك الرجال، هكاك العيالات الكبار والعيالات الصغار والشباب، منهم اللي مثلا كيبغي يتصرع عليه كينوض يبين ليه القوه ديالو كيوقرو. هاد الولد بقى عايش في الزنقه ليل ونهار. البارح في الصباح خرج واحد السيد اللي هو ساكن تما في هذاك الحي، مضاف صغير ديال راسو حر، كيبيع ويشري في الفواكه، دير واحد الكراريسه وكيترزق بها الله وحمد الله وشكره. انا غندير لكم بين قوسين غادي نتكلم، انا ما تنقولش قال ليه ولا دار ليه ولا ضربو ولا سبو ولا عيرو، لان اصلا الناس اللي ساكنين تما ما عارفينش شنو واقع وشنو تقال بيناتهم. حنا غنخمنوا تخمينه صغيره، كنتمنى منكم ديروا لايك، الله يعطيكم السر، ديروا لايك، راكم على راسي وعينيا، تنطلب منكم ديروا لايك. هاد الناس اللي قراب ليه ما عارفينش واش صار، لكن كتخمين مني انا، لربما قالو شي كلمه بقات ليه في القلب ديالو، حس بها في اللحظات اللي ما عندوش داك الاضطراب النفسي، ديك اللحظات اللي هو خرج من ديك القوقعه اللي كان فيها ديال رهبيل ولا حمق ولا مخدر. طبعا السيد دخل دارو، عنده وليدات كيخدم عليهم على عائلته، وفي الصباح ناض خرج بكري غادي باش يمشي للعمل ديالو، وهز هو ديك العصا او لا حجره او لا سكين الله اعلم حتى هو وضربو. غنسد القوس وغادي نقول بعض الناس اللي كنكون معاهم في الكلام او تيعلقوا بعض التعليق، تيقول لك انت اصلا ما عرفتيش وتتقولي يمكن او خمن وقالوا الناس. فعلا الا جيت انا نحل في القناه ديالي راه قال وضربو وخرن عنده ودخل من عنده وخرج من عنده وهز ليه وعيرو، تنولي القناه ديالي ما عندهاش المصداقيه، تنولي غير تنكذب باش ناخذ المشاهدات. وانما انا كنهضر كنحلل، ماشي كنقل الكلام كاني كنت حاضره. الا هو الصحفي كيجي وكيسال الناس تيقول لهم اشنو واقع وكيسمع من هذا ومن هذا ومن هذا، انا كدوري كنوصل لكم المعلومه بالعقل باش نتوما تحاولوا تردوا عليا كلامك صح تخمين في محله او لا، ماشي هي هذيك، ويقدر يطلع شي واحد ويقول لي راه هذاك الكلام اللي قلتي ماشي صحيح، هذاك الكلام اللي قلتي انه ممكن كان قال او كتخمين ها الحقيقه كيف هي، وكينورنا كاملين. مع العلم اني انا من اول ما
تكلمت عمري ما تنقول كان قال لي او دخل عنده وسد الباب وهذا وهذا، وكان عطى شي حقائق اللي هي مستحيل كقنوات يكونوا كلهم عارفين الا اللي كيتصل بالناس اللي كيعطيو حقائق ضابطة من اصحاب الواقعة. المهم هذاك السيد ضرب، اللي عرفناه هو انه ضرب السيد ومات. منين مات؟ اكيد عائلته خرجت المسؤوليه لانهم هما كانوا مسؤولين منه داخل الدار، وكان يرعبهم وكان يشوههم بهذا المعنى، وكان محشم بهم وكانوا خايفين منه. لكن ملي خرجوا للزنقه يقولوا احنا ما مسؤولينش، خلينا اللي دار ليه شي حاجه يمشي يدعي، لان احنا كولدنا ربما مشاو يدعيوا عند المقاطعه عند القيد او المقدم او الكوميساريه، ويقولوا لهم هذا ولد عندكم مريض وكتقولوا بان كذا كذا وحشومه، خليوه دابا سيروا دوه للطبيبعيه، وربما من الطبيب عيو من شحال من واحد، ولكن الى عيتو من هادو كلهم ما تخرجوهمش للشارع وتخليوه ينعس في الزنقه. اولا لا قلب عندكم ولا رحمه، ثانيا تخليو الناس تربيه لكم او تدعيه لكم باش نتوما تكونوا خرجتوا من واحد الباب واسع، ويضرب هاد الناس ويتعدى عليهم، ولا اللي غادي خارج ولا هو احمق كيدور في اليمين ويدور في الشمال وما يعرفش شكون اللي تابعه، واش تابعه داك السيد، لان اللي كيكون هبيل راه كيكون تابع الناس اللي بعقلهم، وتيقولوا راه غير هبيل ناعس حتى كيولي في جنبهم، يا تيقول لي اعطيني يا كيهز شي حاجه، لان ما كتقدرش تقلبه وكيضرب شي حاجه حاده. وهذه كنعرفوها تتصير بزاف عند الناس، يكون غادي حدا شي واحد مسكين الله ينعمنا بعقلنا حتى كيصادفك بحجره ولا بشي حاجه. هاد الناس خرجوا المسؤوليه، لكن دخلوا المسؤوليه وخص المسؤولين يدخلوهم في هاد المسؤوليه، لان هذاك ولدهم وعارف انه مريض وعارف انه خطر عليهم، وخرجوا كان خطر على الناس. راه ما يمكنش تكون عندك واحد المشكله وتتعطيها للناس يحلوها، الا اذا كانت هاد المسؤوليه هذه ما قدرتيش عليها كتلتجئ للناس اللي كيساعدوك فيها، ماشي كيساعدوك فيها من باب كبير وانت كتخلي المسؤوليه كيف ما داروا هاد الناس من نفسهم، وخلاو هاد الدري هذا كي يحارب في عباد الله بالخلعه الى ان ضرب هاد السيد وقتلو. هاد السيد مات وعنده جوج الوليدات، وكيخدم غير في واحد العمل بسيط كيبيع ويشري، وكيتقاضى واحد المبلغ ديال الفلوس باش كيعيش دوك الوليدات. والله عالم بشنا هي الظروف ديالو، وظروفه حنا باينه واضحه وضوح الشمس. كيفاش هاد السيد اللي كان خارج مأمن على راسو بعد نقاش كان بسيط بينه وبينه في الليل، والصباح صباح واقف ليه ضاربو؟ هنا كنرجعو نقولو ربما هاد السيد عاقل، ربما هاد السيد كينتقم، لان اللي كينتقم هو العقل. ربما هاد السيد كان شارب شي حاجه كمخدر وفاق على راسو، علاش والديه ما يشدوش وما يديوش يتعالج؟ يعني هنا كنرجع انا للوالدين، هم اللي مسؤولين على هاد السيد، وهم اللي مسؤولين على هاد الفاجعه اللي قام بها هاد الولد ديالهم. وكنتمنى منكم كلكم تكونوا متفقين معايا. الفاجعه اللي صارت الاخرى هي ان واحد السيد سائق حافله مستخدمين جاي من مدينه المحمديه عبر مدينه الرباط، عفوا مدينه الدار البيضاء، الا وكيتفاجئ بواحد ثلاث ديال الاشخاص معترضين الطريق كيضربوا السيارات اللي واقفه، وكيضربوا السيارات اللي ماشيه عبر الطريق اللي هما واقفين فيه، ودايرين شكل عصابه طبعا اللي كيفوق شخصين كيمثل عصابه، وما كاينش لا امن لا شي واحد، والناس مرعوبه والناس خايفه. والدليل انه التسجيل اللي كاين كيدور دابا في المواقع انه الوقت خاوي ومتاخر، والدراري كيضربوا بالتروطوار، التروطوار اللي هو من ممتلكات ديال الدوله، راه ما جاش وتحت تما بواحد ديزاين اللي كي يعجب الناس، وتجي انت تهز طوبه بطوبه وتضرب به السيارات اللي واقفه اللي الممتلكات الخاصه وفيها ممتلكات ديال شركات. فين هو الامن؟ شنو السبب ديال هذيك الفوضى اللي كاينه؟ لدرجه العساس ديال الدرب كيقول ان راهم ماشي ثلاثه غير باينين، هما مرات 8. هاد 8 الا خرج ليهم شي واحد ويبغى يضربهم او بغى يشدهم غيقدر عليهم؟ هادوك ثلاثة غادي يعارضهم، غيقولوا غير ثلاثة، وغادي يدوروا بهم الخمسة الاخرين، وغادي يوليو مجموع ديالهم 8،
وغادي ينوضوا يشرشموهم يقدروا يقتلوهم. علاش قلت لكم هاد الحدث هذا اختاريت منه جوج؟ لانه هذاك الحدث قام في الصباح والحدث الثاني قام حتى هو في الصباح. وهذا الحدث ناض في مدينه الدار البيضاء، والحدث نفسه ناض في مدينه الدار البيضاء. هاد الناس اللي ما كيخافوش الله وكيخرجوا يديروا عصابات، واش ما عندهمش الوالدين؟ واش ما عندهمش اللي يرهبهم؟ واش ما كيخافوش الله؟ واش هاد الناس غير كينوضوا كيقولوا رانا نوضوا نديروا هاد المشاكل؟ كاين منهم اللي قال ربما كيديروا الفوضى باش كيرجعوا للسجن. اكيد هادو ما تيخافوش من البوليس وما تيخافوش من السلطات وما تيخافوش من القانون، يعني هادو داخلين خارجين دايرين الطريق على الحبس. هاد الناس شباب خصهم يمشيو يخدموا ويقلبوا على خدمه، ماشي يمشيو ويبقاو الناس ناعسين وهما فايقين كيقلبوا على اللي تاخر في الوقت. راه كلنا كنخرجوا كنضطروا نخرجوا بعض الوقت في الليل، كتكون عندنا شي مرض مثلا خصنا نمشيو للسبيطار لورجونس، بعض المرات تنكونوا جالسين حتى كيعيط لك شي حد من العائله، شي واحد طرات ليه شي حاجه، بعض المرات يكون عندك ضياف او انت كتكون ضيف وكتضطر تمشي لان الوقت ما يسمحش لك باش تجلس، كتجلس كتسامر مع العائله ديالك وكتبغي تخرج سواء مسيرتك ولا كتبغي تاخد الطاكسي ولا الدار قريبه مثلا تقطع على الشنطه وتمشي للدار الاخرى. راه خص يكون الامن، راه خص يكون الامن في هذا الشيء. فين هما البوليس في هذا الوقت هذا؟ واش البوليس نعس؟ راه خص الشعب ينعس والبوليس يفيق، راه خص تكون مداومه. راه ما كاينش هاد الشيء، راه كاين غير هز التليفون وعيط للبوليس وما كاينش ما كيجاوبكش كاع. راه هاد الناس اللي كيخرجوا وما كيخافوش الله اولا، وما كيخافوش الشرطه ثانيا والقانون، وما كيخافوش من بعضهم، وكيخرجوا كيبغيو يواجهوا شكون؟ راه ما كيواجهش الشرطه، راه كيواجه الشعب بحالو. فين هما هاد المسؤولين اللي داروا انتخابات وصدعونا في راسنا وقال لك غادي نقلبوا وغادي ندير لكم شي جديد؟ جروا كل شيء معاهم، اي حد حامل المسؤوليه معاهم من كبير وصغير قال لهم يلا خليهم يتضاربوا، حيتاش اصلا هما حنا كنحرشوا عليهم الاعلام وتيقولوا لهم راه سواء انتخبتوا او وقفتوا انتخابات راه ماشي لصالحكم، راه خصكم تنتخبوا لان داك الانتخاب ولو تكون الاقليه كيعني واحد الصوت لانه كينادي وكيدير، وهو غير لعب هو غير ضحك. راه خص الناس تفهم بان من نهار يجيو الانتخابات ما ينتخبوش، يخليو هذوك الصناديق فارغه باش يفهموا باش ما يلقاو ما يهزوا ويحطوا يحسبوا لا 10 ولا 15 ولا جوج او حتى واحد. فينا هما هاد الشرطه؟ ياك نتوما كديروا مباراه ديال الامتحانات ديال الشرطه كتدخلوا فيهم 5000 واحد وكتختاروا منهم غير 100، وهذاك الباقي فينا؟ وهذاك 4900 ديال الناس اللي متقدمين للامتحان دخلوهم ونزلوا شويه المستوى الدراسي وخليوا الناس تدخل من الاعدادي وهي داخله، على الاقل ولو يكون حارس خاص ديال الشرطه في الشرطه، والناس تخدم على الاقل تنقص من البطاله، تلبس البدله ديال المشرفه ديال الشرطه وتوقف في الشارع او تمر مع الناس تمشي وتجي ماشي مشكل. الجندارم مطلعين ليهم الا بغيتوا تدخلوا الجندارم خصكم تعطوهم مبلغ وقدروه، ولا تشوفوا شي حد، ولا تكون بواحد المستوى الدراسي عالي، وكذلك حتى الشرطه نزلوا شويه المستويات ديال الدراسه. راه الشرطي راه خصو غير يكون واحد البنيه قويه ويكون شجاع ويكون واحد المرتبه ديال الرياضه في الجسم ديالو مناسبه، وراه غادي يخرج يخدم. القصريات خاويين ما فيهم حتى شرطي، وجهه المعامل ما كاين حد، الاحياء ما كاين حد، السيارات ما كاينينش، ما كيدوروش، ما كاينش المداومه. الا مشيتي غير الكوميساريه بغيتي غير تدلي بشي قول ديالك او دزتي من حدا شي حد، كاين شي حد خلعك ولا شي حاجه، راه ما كتلقى حتى شي واحد، ما كتلقى حد في المخفر ديال الشرطه، ما كتلقى حتى شي حد. ومنين تجي تشوف تقول لك راه كاين الامتحان ديال الشرطه، ايوا ها هو ها علاش كيدار امتحان الشرطه؟ راه كثرت العصابات وكثروا الناس ودوك الحماق، علاش سديتوا هذاك المستشفى ديال الحماق؟ علاش سديتوه؟ خصكم تحلوه،
باش الناس تعرف فين تحط ولادها. الا هاد الناس ما قدراش على المسؤوليه ديال ولدها، راه ما عرفتش فين تحطه. راه عاوتاني المسؤوليه عليهم، المسؤوليه شويه على الدوله وعلى المسؤولين اللي كينتخبوا، اللي كيبقاو يطبلوا ويغيطوا ويزيطوا ويجيبوا في الطبابل ويحطوا في الماك، والعباد الله غير تابعاه على كرشها، وفي الاخر كيمشي وما كيبقاش هذاك اللي تابعه كيغني ليه ويشطح ليه ويرقص ليه وسط العيالات، ودار راسو مرا باش يكتر ليه في الناس، الانخراط ديال الناس. راه هو براسو الا مشى دق عليه تيقول ليه سير، راه ما كاين والو، راك شتي شحال تعذبنا، راه داك الشيء كلشي اللي شفتي باقي ما وصلنا فيه والو، باقي ما رصيناش، راه عندك واحد عامين عاد نرصيو. حتى هو راه كيعيق، والانتخابات الجايه ما كيجيش، كيجي واحد اخر. علاش؟ حيت كيشوف غير ديك الشوفه الاولى اللي كان خدم معاهم فلان، راه كان مبرع ورا والو، سولو واش مني مشى دق عليه لقاه. بغينا حنا دابا غير الامن يكثر، ودخلوا لنا الناس، راه كيتقدموا للشرطه، راه الا غصبعوا ما كي ما مسرحش كيرفضوا، بحال لا سبعوا هو اللي غيخدم. راه القامه ديالو لا قصيره، راه ما كانتش في القامه المطلوبه، راه ما كيقبلوش، وهو غير كيغراطي ويغراطي ويغراطي، من 5000 تيشدو 100، والناس هي الحماق في الزنقه مرض. كيف قلنا راه ما نحطوش غير المسؤوليه على الوالدين، المسؤوليه تاع على البلاد، خاصها تحل شويه هاد المرضى النفسيين، راه خصهم يلقاو مستشفيات، سدوا الخيريات، سدوا الجمعيات. دابا الجمعيه كيسدوا كيمشيو، ملي كتوقع شي حاجه ديال اغتصاب الولد ولا البنت ولا الضرب ولا الاب ولا شي حاجه، كيحل كل شيء، وكل شيء كيبغي يساهم، وكل شيء كيبغي ينخرط، وكل شيء كيبغي يهضر في الموضوع، وكل شيء كيبغي يكون هو اللي عارف، وكيدير راسو محامي وقاضي وجلاد وكل شيء. ومني كتمشي كتبرد ديك القضيه وكتاخد مجراها القانوني، صافي كيتسد على كلشي، حتى كتعاود تخرج جريمه اخرى، كتجي غير بوحدها، ما كيخطط لها حتى شي واحد، كيتسناو غير حتى كتجي، كيبقاو جالسين يا ربي تجي شي فضيحه، يا ربي تجي شي فضيحه، وكيتدخلوا. وكاين بعض المرات ما كيتدخلوش، علاش؟ لانهم شدوا بعض الناس اللي كيخدموا معاهم بالسكات، وما عندهمش في داكشي ديال الاشهار، مخليين الناس اخرين تخدم فيه، لان صافي صار عندهم الكليان، ولا عندهم داك الكليان كيخدموا معاه. الو اجي خويا، راه بغيت نعطي لهاد الناس وهذا وهذا، تيقول لها اجي راه كاين هادي وهذا وهذا. كيشدوا ثلاثه ديال الناس، مرا ميت لها الراجل، مرا راجلها معطوب وجالس، ولد مريض عنده خاصو عمليه، واحد البنت طرا ليها مشكل ما عجبهمش ولا ما شدش ليهم، تيبغيو الاشهار، كيعيطوا لواحد الصحفي كيقول ليها هاك شهر لي هادي، كيقول له هذيك اللي قلت لك عليها هذيك النهار راه هي هادي، كيشد الفلوس عليها بالله، راه غادي يساهم. هو جالس سد مطرق، داير اللوكال سادو وحط عليه لافته، مره مره كيبغي يجلس ينشط يشرب شي قهوه، كيجيو الا كيديروا شي اجتماع تيقول لك حنا دايرين اجتماع. ها هو شكون فيكم اللي شاف شي باب مسدود ديال الجمعيه وما كيتحل غير مره مره، وهو راه ما خدامش، راه عارفه ما خدامش، وكيحلو مره مره، كيقول لك حنا في جمعيه، حنا في اجتماع، حنا في الجمعيه عندنا اجتماع، هو راه ما كاين والو من داكشي. والدليل هو هاد الناس اللي دايرين هاد الجمعيات راه قايمين بمشاكل صايره بيناتهم في اليوتيوب، كيتضاربوا. علاش؟ حيت هكا كيشوفوا ملهوط على الفلوس، والاخر ملهوط على الفلوس، وهذاك اللي فضحهم جات هو ياكل وياخذ، ما لقى ما ياكل، ما لقى ما ياخذ، قال انا نفضحهم بداك الشيء اللي عندي، مصيرهم هو الحبس، كيدخلوا ليه وكيخرجوا، كيقول لك حنا خرجنا براءه، راه كنا غير تحت التحقيق. ونبينا عليه السلام، المشكله فين كاينه؟ كاينه المشكله في الامن، الامن خصو يتكاثر، خصو يدور بالليل، اما باش ينوض شفار ولا ينوض مخرب ولا ينوض يتعدى على شي حد ويبداو الشعب كيدور كيجري، راكم كديروا غير الفتنه بين الشعب بعضياته. هاد الشعب اللي خارج منه قتال وشفار وفقيه وحريمي ونصاب وموظف بيناتهم، لان الكبار راه صافي، راه خدمنا ليهم 5 سنين مشاو، بقينا حنا بعضياتنا فينا كل شيء، حيت حنا كنهيئوا واحد المجموعه اللي هي ديال في الانتخابات ديال الناس اللي غادي يخدموا البلاد، هذيك غير كنخدموها ليهم حنا، كنطلعوا ليهم بها السالير ديالهم، وكنرجعوا حنا كنعاودوا نزيدوا في المشاكل ديالنا. علاش؟ حيت حنا شانتين بعضياتنا، حقارين، كنحقروا على بعضياتنا، كنضربوا مع بعضياتنا، بحال دابا هذوك اللي خارجين كيضربوا في السيارات، سيارات شكون هادو؟ سيارات ما بيناتكم، عندك شي مشكل جلس هضر معاه، ما يمكنش تهرس السياره على قدها ودقدقها وانت اصلا جاي غير باغي دير عصابه. لا، واحد فيهم دير مشكل مع شي واحد، مع مول السياره اللي جايبها حاطه عنده،
وكيسترزق الله فيها، وناض وحرش عليه شي حد ولا جاب شي حد مجموعه معاه وجاو ضربوها هرسوها، وناض ضرب معاه الباقيه باش تسمى راه هذوك غير مخربين. راه خصنا نفهموا شويه الوضع ديال حالتنا حنا، ما بقاوش نقولوا راه الا انا جيت نحافظ على وضعي ووضع جاري، ماشي بحال السيد اللي خرج ولده نعسو في الزنقه وحافظ غير على الوضع ديالو. لا، الوضع ديالي وديال جاري راه غادي نصلح من الحي اللي انا فيه، ومن الزنقه اللي انا فيها، ومن الشارع اللي انا فيه، ومن المدينه اللي انا فيها. وهكاك غادي يقوم بحال اللي قاموا واحد الشباب كينظفوا الحي ديالهم والزنقه ديالهم زنقه بزنقه، وحتى ولا داك الحي فواحد الحله زوينه عن واحد النظافه والربيع قدامهم، والعيالات هما تيخرجوا تيقول لك الدراري الله يرضي عليهم صبغوا لينا بهذا اللون وقادوا لنا وداروا لنا الزريعه وداكشي، حنا غادي نقعدوا نسقيو. كيسقيو وحده كتسقي الاخرى، كيبداو من الفوق اللي كتغلط غير في داك الزنقه كتدخل ما كتقدرش تخرج منها بالهدوء، والناس تكالمه، وحتى داك الجو ديال داك النظافه كيكالمي دوك الدراري، ما كيخليهمش ينوضوا يخرجوا يضاربوا، وكيكالمي دوك العيالات كيوليو يقلبوا غير يجلسوا يديروا سوانيه ويجلسوا باش يشموا ديك الريحه ديال ديك النظافه وديك الروح اللي زرعوها دوك الشباب. وهذا الشيء كاين في بزاف ديال المدن وراكم عارفينها، بحال الودايه، بحال المدينه في الرباط، بحال بعض المدن اللي الشمال، غنبقاش نقول بعض المدن كلها لان غادي نقدر ننساها، كاين بعض المدن في الشمال كلها دايره هذه البادره هذه من الشباب. راه خصنا نضامنوا ونكونوا موحدين، والاتحاد اللي غادي يكون عندنا حنا كشعب راه كاين، بالدليل ان حنا الا دخلتي لشي دار دابا ماشي بحال الديور اللي كتدخل لها زمان، الناس كانت حاضيه غير الماكله والشراب، لا الناس دابا ترفهات مع راسها، عندهم البلازما، الناس بدلات طلامه، ترخصوا لهم المعامل الله يخلف عليهم طلامه، ما كاينش غير تدخل الدار تلقى كل شيء وسائل الترفيه كاينه، الناس عندها موبايلات، ما خدامش عنده موبايل ماشي شفار، لا كيعرف عنده العائله ديالو كتقوم به كتساعده، والمغرب نص فيه كله برات البلد مغاربه العالم، والناس تفتحات ولات عارفه اش كدير، عارفه كيفاش تجلس، وعارفه كيفاش النفسيه ديالها تعيشها داخل الدار، كيفاش واحد كيبدل حياته لداخل وكيعرف يلبس وكيعرف. معروفين المغاربه انهم نشطاء في الذهن ديالهم، في التفكير ديالهم، في الحياه ديالهم، ما كاينش ما احسن منهم بحكم تجربتي مع كل الناس اللي كاينه برا، ان المغاربه اللي لداخل ديال المغرب كيعاونوهم الناس العائلات ديالهم اللي برا، وكيزيدوا يفقهوا روسهم يوعيوا روسهم وكينظفوا روسهم. راه خاص غير الوعي ديال برا، راه خاص غير بعض العائلات اللي يحافظوا على ولادهم ويخليهم يرشدوهم ويدخلوهم عندهم، ماشي يخويو المسؤوليه ديالهم ويلوحوها على الجيران، والامن يكون والامان يكون، والمباراه ديال الامتحانات ديال الشرطه وديال الدرك الملكي وديال القوه المساعده تكون كثيره، ويوظفوا الناس، راه الناس باغا توظف، راه عباد الله كتقدم، راه ماشي 10,000 ناخذوا منها 200 ولا 5,000 ناخذوا منها هي اللي غادي تحل لنا مشكله، راه غير النفسيه ديالك الولد اللي كيدفع وكيقبلوه وكيقولوا ليه راه صافي حتى كيرجع كيعاودوا يحيدوا، راه نفسيته راه ماشي غير ما عرفتش شنو غادي يدير، هو قابل يدخل يعطيوها اللي كان غير يلبس ديك اللبسه ويفرح بها، خليه منين يخدم يكون فرحان، راه حتى هو راه غادي يساعد الا خرج راه غادي يساعد. راه خص كل بيت، كل بيت يكون فيه على الاقل على الاقل كيحكم عليه دركي قوه مساعده وشرطي، كل بيت برغم انه يكون بيت كبير ولا صغير، غير الا وفرت الدوله هاد الشيء على هاد الاحصائيه هادي، راه البلاد زوينه، راه البلاد زوينه، راه خص غير الامن، راه الامن ما كاينش، راه كاين عصابات خارجين، راه ما تقدرش تخرج وانت غادي بعقلك، راه انت غادي وانت كتشوف يمين شمال كيف قلت لكم، وانت غير خايف عارف راسك واش غادي ولا غادي توصل لديك البلاصه، وانا ما غاتوصلش، واش باغي نجيب غير باريزيانه باش تفطر وتتقول لهنا خارج غنجيبها وشوف واش ترجع ولا ما ترجعش، راه تقدر غير ترجع تحل الباب باش تدخل لدارك ويتسد عليك الباب ويوقف عليك شي واحد يجريسك في دارك ومن الدرب عندكم،
لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنتمنى تكون هذه القصة، هذه التحليل ديالها يكون في المستوى، وتكونوا فهمتوا بالله راه هذا الموضوع هذا إلى الإنسان غير سمعوا وحللوا راه غادي يفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله.